السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. درس النهاردة ان شاء الله هيكون كمالة للفيديو الاخير. انا كنت اسمع لكم اليونت بتاع سنة تالتة جراد 3 لجزئين. الجزء الاولاني اتكلمنا فيه عن الفوكابلري، والنهاردة هنتكلم على الجرامر. يلا بينا بقى نتكلم على النوتس الاساسية في الجرامر. اول حاجة بتكلم عليها اللي هي asking about feelings، يعني السؤال عن الشعور. عارفين الشعور بتاع المرة اللي فاتت اللي هو جوعان، عطشان، حزين، سعيد؟ كل الحاجات دي اسمها feeling. feeling يعني مشاعر، شعور، شعور انا بحسه. بصوا كده، عشان اسأل عن المشاعر بستخدم اداة الاستفهام how. استخدم ايه؟ how. طبعا عندي you انت، يبقى how هنا بمعنى كيف. كيف أنت تشعر؟ كيف أنت تشعر؟ تمام كده. لما أجي أجاوب على السؤال ده باخد يو وانزلها في أول الكلام، بتبقى I، وبعد كده أنزل الكلمة اللي وراها feel، والصورة اللي قدامي دي البنت سعيدة فبقول happy، يبقى how do you feel؟ I feel happy. وطبعا do ما بتنزلش أبدا في الإجابة، وهعرفكم على فكرة إن شاء الله في فيديو مفصل ازاي اكون السؤال وازاي اجاوب عليه بشكل سهل وسلس. يلا نكمل. هنا بتكلم على القياسات. القياس هو هنا معرفكم وحدة القياس اللي هي سنتيمتر. سنتيمتر الاختصار بتاعها سي ام، وهنا بيعرفنا ان سنتيمتر ايكوال يعني بيساوي 10 مليمتر، يعني بيساوي 10 مليمتر. تمام كده. فبيعرفني ان يعني دي هتجيلنا ممكن في اللي تشوز ان السنتيمتر الواحد يعني 1 سنتيمتر بيساوي 10 مليمتر يعني 10 مليمتر. تمام كده. بصوا، وفي نوتس كمان علينا سهلة قوي. انا عرفتكم كلمة هابي. هابي يعني سعيد. هابي سعيدة. طب انا عايزه اقول ان هي مش سعيده، ممكن اقول sad زي ما عرفتكم في المره اللي فاتت في الفيديو الاخير، وممكن اقول unhappy او not happy. يعني unhappy كلمه un اهي بقى un equal not، يعني un هي not، فبقول unhappy او not happy، بس un بتلزق في الكلمه لكن not لا. وهكذا kind. kind يعني طيب، عطوف، كريم، جميل. برضو العكس بتاعها ممكن نقول unkind. unkind اليو ان اقدر الزقها في الكلمة لكن not مختلفة. دي نوتس نمبر 2. انا ما عنديش اي حاجة غير ان احنا هنتمرن على الاسئلة. هنا بقول لك read and choose the correct word. يلا بينا نقرأ ونشوف احسن اجابة. نمبر 1 I read ولا feel ولا go excited. excited ده نوع من انواع الشعور، يبقى اكيد هياخد فيها ايه يا حلوين؟ feel. يبقى I feel excited، انا اشعر بالحماس. number 2 let's go to the. let's هنا بمعنى يلا بينا. ولادنا الحلوين اكيد حفظوا الكلمات كويس جدا. يلا بينا نروح ايه؟ to eat، عشان ناكل. هنروح فين؟ هنروح الكيتشن ولا هنروح السكول ولا هنروحوا البارك؟ اكيد طبعا ها الكيتشن. اكسلنت. نمبر 3 I feel thirsty، انا اشعر ها بالعطش. ففي واحد رد عليه قال له مي ها، وانا ها تو ولا تودي ولا تودي ها؟ برافو عليك، تو اللي هي بالدبل او، وانا ايضا. مي تو بمعنى انا ايضا. نمبر 4 هو يعني من، وير يعني اين، هاو يعني كيف، دو يو فيل. فيل قلنا هو الشعور. الشعور يبقى هتاخد ايه؟ كيف. برافو عليكو. هاو دو يو فيل، كيف انت تشعر. نمبر 5 اي فيل، انا اشعر ايه؟ ساد، هانجري، ثيرستي، ليتس هاف something to eat. يلا بينا ناخد شيء ناكله. يبقى انا اكيد اشعر بايه؟ ها ها بالجوع. hungry. I feel hungry.
انا جوعان يلا بينا ناكل حاجة. Number 6 I am make it play in the play garden. ها I ها هعمل ايه في play ground. I am make ولا it ولا play in the play ground. ها هعمل ايه في الملعب؟ هلعب اكيد play. Number 7 Amira meets ولا reads ولا plays her friend. her friend يعني صديقتها، يبقى أميرة قرأت صديقتها، لعبت صديقتها ولا قابلت صديقتها. ها meets excellent. Number 8 a bee النحلة seats seats يعني قاعدة on a يعني قاعدة على، قاعدة على ايه بقى؟ الواتر المية ولا قاعدة على النايت على الليل ولا ليه ليف كأنكم بتقولوا ليه ليف. ها قاعدة على ايه بقى؟ اكيد طبعا وقاعدة على ورقة الشجرة. طيب نمبر 9 there are يعني يوجد، وجد كلمة are عشان جمع، يبقى they are there are يعني يوجد للجمع. ها millimeters in a centimeters يبقى موجود كام millimeters؟ آه ها 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 10 excellent. يبقى there are 10 millimeters in a centimeter. Number 10 let's clean or help make our living room غرفة المعيشة بتاعتنا هنعمل فيها ايه؟ هنصنعها احنا بنعمل كيكة ولا هنساعدها؟ هننظفها اكيد. let's clean clean our living room. طيب بكده انا وصلت لنهاية الفيديو. انا حبيت ان انا اعمل لكم فيديو خفيف ولذيذ مفهوش اي حاجة، وهنكمل على فكرة بقية exercises لو احنا عايزين نتدرب كتير جدا على المنهج باذن واحد احد. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، ويا رب تكونوا حفظتوا الكلمات كويس جدا. احفظوا الكلمات وان شاء الله هتناموا زي الولد الحلو ده، وهترتاحوا وهتجيبوا اعلى الدرجات باذن الله. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك على جميع الفيديوهات بتاعتي علشان تدعموني وعشان ازود لكم بالفيديوهات اكتر واكتر. كنتوا مع ميس نور، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.